رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي في صوت الامم. مساء الخير على حضرتك، منورنا النهارده في كلام في الميديا. اهلا، مساء الخير بيكي وكل الساده المشاهدين. طبعا عندنا كلام كتير اكيد عن النادي الاهلي وعن لقائه امبارح قصاد وفاق سطيف الجزائري والتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. هنتكلم في الكلام ده كله اكيد مع حضرتك، لكن في الاول عندنا خبر بيقول ان اللجنه الاولمبيه المصريه طلبت الاتحاد المصري لكره الطايره باتخاذ الاجراءات للدعوه لجمعيه عموميه عاديه بتتضمن بند الانتخابات، وده قبل يوم 30 اكتوبر 2018. طلب اللجنه الاولمبيه لتنفيذ قرار الاتحاد الافريقي للكره الطايره، وحتى لا يتعرض او لا تتعرض الكره الطايره لعقوبات من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي للكره الطايره. طيب نرجع بقى نتكلم عن المباراة الهامة جدا اللي اكيد كانت تأهل بعديها سبب في يعني سعادة الجماهير كلها امبارح، بعد الحمد لله ما وصلنا لنهائي دوري ابطال افريقيا، في طريقنا ان شاء الله ان احنا ناخد الاميرة الافريقية التاسعة ونرجع نلعب مرة تانية في كاس العالم للاندية. شفت اللقاء امبارح ازاي؟ الاول طبعا مبارك لازم النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ولاعبته والجهاز الفني. اللقاء امبارح ده كان يعني يمكن تتويج لفترة النادي الاهلي عاشها صعبة جدا، تحديدا بعد المباراتين طبعا اللي حصل فيهم ارتباك بتاع الترجي وكامبالا في الفترة الاولانية خالص، ويمكن يعني ما يوازي النادي الاهلي دايما ان هو بيعيد ترتيب اوراقه بسرعة، وهو ده النادي الاهلي وهو دي لعيبة النادي الاهلي. النادي الاهلي مر بظروف صعبه طبعا خلال صحيح. الفتره دي كلها صحيح. واصابات ومشاكل اداريه ومشاكل، بس دايما المشاكل الاداريه عمرها ما كانت بتاثر على الفرق. لا، مش مشاكل اداريه داخل النادي او داخل الفرقه، لا، مشاكل اداريه فيما يخص اللعيبه بتلعب اكتر من مباراه او بتلعب اكتر من بطوله، اللعيبه بتروح مع المنتخب وحصلها ارهاق. صحيح. كلها دي مشاكل ليس علاقه لها بالاداره داخل النادي الاهلي، بل بالعكس النادي الاهلي ادارته او المجلس إدارة ادى سبورت جامد جدا للجهاز الفني. صحيح. وقف يعني فتره ما كان يعني السند الحقيقي ليه مع الجمهور طبعا، ويمكن الخساره من كامبالا سيتي كل الناس اللي كانت متابعه الموضوع او متابعه المباريات كانت بتاكد ان النادي الاهلي عنده صعوبه ان هو يتاهل للادوار النهائيه، لكن الاصرار والروح اللي احنا شفناها كمان حتى امبارح بعد المباراه ان في عيد ميلاد مصطفى كمال والروح اللي موجوده سواء مع الوزير عمرو فاروق والمجموعه صحيح. كلها، هي دي كانت السبب في الوصل للنادي الاهلي امبارح، وان شاء الله يكمل باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايزه برضو اسالك، احنا من امبارح للنهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا بنسال الجمهور مين هو رجل المباراه، مين كان افضل لاعب في لقاء وفاق سطيف امبارح؟ انا اعتقد ان رجل المباراه هو فرقه النادي الاهلي، يعني فريق النادي الاهلي دايما ما عندهوش لعيب معين هو اللي بيبقى نجم الفرقه او هو الرجل الاوحد. لا، الفريق امبارح كان يمكن كان في بعض الاخطاء حصلت طبعا سواء على محمد الشناوي وبعض الاخطاء. صحيح. من بعض اللاعبين، لكن الفريق بيلعب بشكل جماعي، فريق ادى بشكل جيد جدا. لكن انا يعني بعيدا عن مباراه امبارح، وليد سليمان هو طبعا اللعيب اللي هو اللي يستحق ان هو يكون مصر الموسم. طبعا مش الشهر ومش رجل المباراه. مش مباراه خالص، لكن وليد سليمان هو الحقيقي الراجل عامل مباريات هايله جدا الكبيره، سابت الفرقه وراحت اماكن تانية. وليد سليمان بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا مع احمد فتحي، وسبحان الله بكل اللي هو عامله ده وبكل الفرق الشاسع اللي هو عامله مع النادي الاهلي الناس كلها واخده بالها منه، الوحيد اللي مش واخد باله منه منتخبنا الوطني. طبعا ده يعني يمكن يسأل، وكان اكتر من سؤال اتوجه في الموضوع ده بخصوص وليد سليمان تحديدا، لكن هم كان عندهم الموضوع بقى مش منطقي، يعني حتى لو اتكلمنا عن عامل السن برضو الموضوع مش منطقي. هم كان عندهم راي فيما يخص عامل السن، واحنا زي ما قلت يعني احنا بنقول مش منطقي فعلا وليد سليمان يستحق ان هو يكون في منتخب مصر. بعيدا عن المنتخب، وليد سليمان هو اللاعب الاهم حاليا داخل صفوف النادي الاهلي وعليه دور طبعاً كبير جدا طبعاً. فاعتقد ان هو مش نجم مباراه امبارح بس، لا، هو نجم موسم كامل مع النادي الاهلي او الفتره اللي هي موجوده او اللي حصلت في الفتره اللي كلها. صحيح. لقاء امبارح كانت اول هزيمه لباتريس كارتيرون في البطوله الافريقيه. شفت الهزيمه دي كان ايه سببها؟ وشفت ايه سبب انهيار النادي الاهلي في اخر دقائق من المباراه كمان؟
هو طبعا باتريس كارترون كان ما يهموش المكسب او الخساره في المباراه دي، على قد ما هو يحقق نتيجه ايجابيه، يعني النتيجه الايجابيه اللي هي تؤهله للمباراه النهائيه. ويمكن ده اللي كان واضح في طريقه اللعب، وواضح كمان في تعامله مع المباراه. يمكن الاخطاء او التغييرات في النص ساعه الاخرانيه ما كانتش بالمستوى المطلوب، وما حققتش اللي هم كان مطلوب منهم. هي دي يمكن تسبب في اللي حصل في الارتباك. واعتقد ان كارترون ذاكر كويس المشهد في مباراه امبارح، عليه ان هو يعني يتلافى كل الامور دي قدام الترجي التونسي. صحيح، هو فعلا باتريس كارترون طلع بعد اللقاء وقال ان انا بصلح كل الاخطاء اللي وقعنا فيها سواء في مباراه الذهاب او العوده، وكان اكيد اكبرها عدم استغلال الفرص. هو طبعا عنده مشكله كبيره جدا، ويعني لازم نعذره فيها. طبعا الغيابات عنده علي معلول مش موجود، برده في خط الدفاع في اسعد سمير بيجي ويروح، من الاصابات في برده نفس الكلام مريض ازارو، يعني مش عارفين لسه حجم اصابه مريض ازارو ايه. فكل الامور دي بتعمل له ارتباك طبعا في الفرقه. اظن يعني ان شاء الله باذن الله ان كارترون عنده القدره ولاعيبه النادي الاهلي عندها قدره. بس في موضوع مهم جدا لازم كلنا يعني نساند فيه ولازم نتكلم فيه، مباراه الوصل الاماراتي اللي هي في البطوله العربيه. انا طبعا مش مع ان هي تتلعب في ميعادها، لازم تؤجل، لان مباراه في البطوله العربيه، البطوله الافريقيه هي الاهم طبعا وهي الرسميه. فاعتقد ان البطوله العربيه مش بمدى اهميه البطوله الافريقيه، فيمكن ان النادي الاهلي يخاطب الاتحاد العربي ويأجل المباراه، لان في صعوبه جدا ان النادي الاهلي يلعب 28 مباراه الوصل، و2 نوفمبر يلعب نهاية دوري الأبطال، طبعا دي فيها صعوبة جدا. فيا ريت ان الاتحاد العربي يستجيب للنادي الاهلي. ممكن منهم ما فيش غير 4 5 ايام، 3 ايام بالظبط، يعني او يعني اليوم الرابع هو الماتش. خليني برضو اسالك، ايه انت شايف الاخطاء الكبيره اللي وقع فيها النادي الاهلي امبارح ايه؟ يعني باتريس كارترون قال احنا لازم نتعلم من اخطائنا، ان احنا نعرف نستغل الفرص ونترجمها لاهداف. انت شايف في ايه تاني كان اخطاء واضحه من الاخطاء الواضحه طبعا كان امبارح في منطقه نص الملعب. يمكن عمرو السولية برضو عشان راجع برضو من اصابه، يمكن معذور في الجزئيه دي، لكن منطقه وسط الملعب امبارح كانت فيها قصور كبير جدا، وده ادى الافضليه اكتر لوفاق سطيف، على الرغم من يعني من خلال المشاهده لفريق وفاق سطيف، فريق هو متواضع فنيا مش القوي يعني، او عندوش مصادر قوه تقدر ان هي، لكن النادي الاهلي اقوى بكتير يعني. لكن الافضليه امبارح كانت بالنسبه لوفاق سطيف في منطقه نص الملعب. يمكن حسام عاشور قام بأدوار أكتر من الدور بتاعه، فبالتالي محتاجين إن احنا ندعم كمان الملعب، يعني عامل الملعب والجيل الصناعي يعني واقف سلبا او ضد النادي الاهلي، واكيد كان واقف مع الفريق. النادي الاهلي اتعامل مع المواقف دي كتير قبل كده، يعني بس حتى لو اتعامل معاها مش زي اللي بيلعبوا عليها على طول. ماشي، يعني انا مش عايز اقف عند موضوع النجيل الصناعي او الملعب، لا، النادي الاهلي اتعامل مع المواقف دي قبل كده، واحيانا بيلعب في في في, في منافسات كتير او مباريات كتير في النجيل الصناعي. لكن حضرتك بتسالني على موضوع الاخطاء الفنيه، الاخطاء الفنيه اعتقد ان هي كان في جزء كبير جدا كمان على احمد حمودي، ان هو ما كانش بيعمل الارتداد الدفاعي مع احمد فتحي بشكل جيد، كان الضغط كله على احمد فتحي لوحده في الناحيه اليمين، ويمكن كمان ساعد ده كمان ان ما كانش في حد بيساعد احمد فتحي الناحيه اليمين من نص الملعب. دي كلها كانت اخطاء اعتقد ان مستر كارترون والجهاز الفني هيبقى عنده بيها يعني ان شاء الله باذن الله يعني معالجه ليها في مباراه الترجي ان شاء الله. صحيح، بشكل عام تقييمك ايه لباتريس كارترون في مشواره مع النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ هو راجل انا بعتبره ان هو راجل مدرب نفسي على مصدر ان هو يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد، بيقدر ان هو يتعامل مع اللعيبه الكبار بشكل جيد. الناحيه الفنيه انا مش هقدر اقيم الناحيه الفنيه، لان احنا طبعا في مباريات كتيره وفي مباريات متعدده، وخصوصا كمان ان هو لحد دلوقتي مش قادر ان هو يثبت التشكيل او المجموعه اللي هي الاساسيه بتاعه النادي الاهلي بسبب الاصابات، وبسبب ان اللعيبه بتروح من منتخبات، فدي كلها امور صعبه جدا على مستر كارترون. لكن هو راجل على مستوى عالي جدا من التعامل النفسي مع اللعيبه ومع الازمات، فيعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تتوج بالبطوله ان شاء الله الافريقيه التاسعه، لان ده هيساهم في ان النادي الاهلي تاني يرجع لبطوله العالم للانديه. اعتقد دي هتبقى يعني حاجه مهمه جدا بالنسبه لكارترون، وحاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي حاليا يعني.
مباراه نهائي افريقيا لحد دلوقتي لم يتم تحديد الملعب اللي هتتلعب عليه في مصر، شايف ايه الافضل؟ استاد برج العرب ولا استاد؟ هو طبعا دي مشكله احنا كل مره بنقابلها مع النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيا وبطولات كتيره قوي. دي ازمه لازم الجهات المعنيه سواء الامن او وزاره الشباب والرياضه، لان النادي الاهلي الاول قبل يعني ما يكون قدامنا، هم دول تقريبا اللي قدامنا دلوقتي، لكن النادي الاهلي اصلا خاطب استاد القاهره عشان يطلب منه استاد القاهره طبعا عليه رفض المباراه، رفض لان قال العشب و40 من زمان قوي استاد القاهره ده بيتعمل، هو هيخلص امتى؟ والله الحقيقه انا ما اعرفش طبعا ايه التفاصيل الخاصه باستاد القاهره، ولكن انا بعتقد ان الردود الخاصه باستاد القاهره هي ردود ملهاش علاقه بالواقع بالعشبه او حاجه، هي ممكن تكون امور متعلقه بامنيا او امور ممكن. متعلقه يعني، لكن استاد القاهره اعتقد ان هو بقاله فتره جدا بيتعمل. بعيدا عن استاد القاهره انا بشوف ان لازم النادي الاهلي، لكن المفروض ان هيكون في او ان دلوقتي في حمله تطوير لاستاد القاهره هتنتهي في ميعاد يوم 10 نوفمبر القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن انا بتكلم عن المباراه المهمه اللي استاد القاهره بقاله كتير قوي بقى لهم فتره طبعا، المباراه المهمه بالنسبه للترجي 2 نوفمبر اعتقد ان هي لازم تقام في القاهره، لازم الجماهير كلها تكون موجوده. مش جماهير النادي الاهلي بس، انا عجبني جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح مبادرته بخصوص ان يكون الجماهير تكون يعني ايدها في ايد بعض قدام في مباراه النادي الاهلي والترجي، لان النادي الاهلي بيمثل مصر وفوز النادي الاهلي بيبقى فوز لمصر كلها وفوز لكل الجماهير المصريه، فاعتقد ان يعني مبادره مهمه جدا كلنا لازم ندعم. وده كلام حلو قوي بصراحه، بس يعني اتمنى انه ممكن يحصل في يوم من الايام ان شاء الله يحصل ان شاء الله يحصل. هي يعني هي مبادره كويسه من الكابتن سيد او من راجل بيحب الكوره، اعتقد كلنا لازم ندعمها لان احنا محتاجين برضه الجمهور يبقى موجود الفتره الجايه ان شاء الله، ودي ممكن تكون بدايه ممكن. هل الملعب اللقاء ممكن ياثر نفسيا على الفريق؟ ملعب النادي الاهلي يعني ملعب اللقاء اللي هيختاره النادي الاهلي، هل ده بيكون ليه تاثير نفسي على الفريق؟ ممكن يكون في بدايه المباراه، لكن اللعيبه دايما يعني ما بتخش في اجواء المباراه خلاص الموضوع بيتنسي وكل حاجه بينساها خالص، لكن ممكن طبعا في فرق او في لعيبه بتتفائل وتتشائم، وفي امور بتخص مثلا اللعيب بيحب يلعب على ملاعب واسعه، وفي لعيبه بتحب يعني كلها حاجات، لكن لما الواحد بيبدا وبيخش المباراه الامور دي كلها بتختلف. انا بالنسبه لملعب الكليه الحربيه شايفه مناسب؟ انا كنت لسه خدت على حضرتك، انا اتمنى ان يكون طبعا مباراه تبقى في الكليه الحربيه، ونتمنى من الساده وفي وزاره الدفاع وفي الكليه الحربيه يوافقوا على طلب النادي الاهلي، اذا طلب النادي الاهلي يعني ما اعرفش اذا كان تقدم بطلب رسمي ولا لا بالنسبه للكليه الحربيه، فهو تقريبا من ضمن الملاعب المرشحه يعني، اتمنى ان الكليه الحربيه توافق، ودي هتبقى اعتقد يعني نقطه ايجابيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اللي هو علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره قال في تصريحات النهارده ان استاد القاهره بيجهز دلوقتي عشان يقدر يستقبل كاس العالم 2030. والله طبعا لو هو التصريح فعلا صدر كده 2030، طب يعني طب يعني تفتكر اصلا مصر تقدر تنظم حدث كبير قوي زي ده؟ كاس العالم؟ لا اعتقد لا، صعب انها صعب ان احنا نحكم دلوقتي، يعني صعب ان احنا نقول ان احنا ننظم مونديال، لان احنا بس في كلام دلوقتي عن ملف مشترك بين مصر وتونس والجزائر والمغرب كمان، ده يعني مناقشات يعني مناقشات ممكن تكون يعني ما بين الاتحادات، لكن انا الاشتراطات على فكره هي الامور ما لهاش علاقه بالملعب بس، يعني مش الاستاد بس هو الموضوع، لا طبعا يعني. علاقه بالانفراستراكشر او البنيه طبعًا التحتيه طبعًا للمدينه في كل حاجه صحيح. في كل حاجه فيما يخص النقل والطيران والمطارات يعني كل الامور، لكن عشان بس الناس ما تفهمش غلط او الجمهور يفهم غلط، الموضوع ملوش علاقه بالاستاد خالص، ولا بالمستطيل الاخضر، ولا بالبوابات الالكترونيه، ولا بالحاجات دي كلها، لا خالص، لا في امور تانية كتيره جدا محتاجه ان هي تكون في تنظيم كاس العالم. فاعتقد ان لو هم بيشتغلوا في استاد القاهره على 2030 بس، يبقى احنا كده استاد القاهره خلاص يعني نقفله بقى خلاص الفتره دي، ونستنى لحد 2030 نقفله يعني. بتاع 11 سنه كده يعني لا كتير، لا كتير قوي يعني مش كتير. طيب نرجع مره تانية لنهائي افريقيا، المباراه اللي ان شاء الله هتكون ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي هنا في القاهره وفي رودس، توقعاتك ايه للمباراه دي؟ انا طبعا اتمنى ان احنا يعني ننهي في القاهره ان شاء الله، النادي الاهلي ينهي المباراه في القاهره بنتيجه بعدد اكبر بقى طبعا من بنتيجه ايجابيه اكتر، ويكون فيها عدد من الاهداف على اساس ان هو يروح اربع اهداف يكونوا كفايه يريحونا هناك.
هو طبعا عدد الاهداف ممكن يزيد عن يعني ما بين 3 فيما فوق، لكن الشرط الاساسي ان النادي الاهلي يبقى كل ما الفرقه التونسيه بيجي فيها هدف مبكر بتتوتر، وزي ما بيقولوا في كده في الكوره الفرقه بتفك. فاعتقد ان الهدف الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي ان هم يحرزوا هدف مبكر في القاهره، ده هيساعد كتير قوي ان شاء الله في المباراه. في مباراه العوده في تونس هي طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه بس بالرغم من صعوبه المباراه كمان على ارضهم وبين جمهورهم، دايما الجماهير بقى الاهلاويه بيسترجعوا بقى ذكريات 2012 طبعا، وبيقولوا نفس السيناريو لو اتكرر هيبقى يعني خلاص كده هنكون يعني اسعد ناس في الدنيا ان شاء الله باذن الله. بس احنا مش عايزين نوصل لفكره ان احنا نستعيد من هناك من الترجي، لا احنا اتمنى ان احنا ننهي من هنا، لان اللعيبه وهي رايحه ان شاء الله تونس لما يكون نفسيا افضل او نفسيا معنويا عندهم يعني معنويات افضل يعني عاليه، احقق نتيجه ثانيه، فدي كلها بتعمل نوع من التوتر. في ناس بتقول ان المعنويات لما تكون مرتفعه زياده عن اللزوم والثقه تكون زايده، ده بيكون دايما بيقلب له ضده. انا ما قلتش يعني ما هو بس المعنويات مرتفعه، لكن مش ثقه زياده، او لكن على الاقل ان انا محقق نتيجه ايجابيه اقدر ان انا هناك اكون واقف على رجلي كويس، اقدر ان انا هناك زي ما حصل مع وفاق سطيف النادي الاهلي لما كان كسبان هنا 2-0، اعتقد ان لما جه هناك في 3 اجوان كان هو اللي فرض سيطرته وهو اللي تاهل. فاعتقد لما بيكون محقق نتيجه ايجابيه من هنا بتدي طمانينه بعض الشيء افضل. يعني نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي هيتلعب وفي حكم الفيديو، شايف ده هيفرق في النتيجه او هيخلي المباراه مختلفه شويه؟ لا هيفرق كتير، هيفرق كتير، لان احنا كمان يعني النادي الاهلي ليه سابقه مع الترجي طبعا. لاعب الترجي السابق يعني انا مش عامه في التحكيم الافريقي كله، يمكن مباراه الوداد السنه اللي فاتت في نهائي دوري ابطال افريقيا يعني كان شايفه ان الاهلي اتعرض لظلم تحكيمي كبير، حتى وقتها خرج عماد متعب بصورته الشهيره دي اللي قلبت الدنيا بعدين. طبعا، لا بالظبط، من ولاد حضرتك التحكيم او الامور التحكيميه سواء في مباراه العوده او مباراه الاياب بتفرق كتير جدا، وخصوصا كمان بتبقى عند صاحب الملعب الحكم احيانا بيخاف، احيانا بيجيله رهبه من الجمهور، بيقلق طبعا بيقلق، فاعتقد ان يعني بيتعرضوا للضرب جوه الملعب. بتحصل طبعا، بتحصل لو ما جالوش هوا اصحاب الارض. طبعا بتحصل كتير جدا، بتحصل كتير. امتى ممكن نشوف تقنيه الفيديو بتتحقق في الدوري المصري، نطلع من كوارث التحكيم اللي شفناها في الموسم ده بالتحديد كمان؟ اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله، ان يعني هي تقنيه الفيديو ما فيهاش صعوبه جدا، يعني احنا كنا هي مكلفه للي عايز يكلفها تكلفتها. لا مكلفه للي عايز يكلفها، يعني احنا ممكن برضو متابعين مثلا في الدوري الاسباني مثلا عاملين غرفه مركزيه لكل الحكام على مستوى الدوري كله عن طريق الاس ان جي، وبيبقى الحكم بيتابع مع الغرفه المركزيه دي. مش كل استاد او كل ملعب يبقى عنده غرفه الفار، فبالتالي مش محتاج ان احنا يكون كل ملعب او كل مكان عنده تقنيه الفار، هتبقى دي مكلفه. لكن لما اعمل غرفه معينه مثلا لو تكون في اتحاد الكوره او في اي مكان غرفه مركزيه يبقى فيها التقنيه دي، نقدر ان احنا نساعد بيها ان شاء الله في المشاكل اللي بتقابل في التحكيم. انا بختلف مع حضرتك في موضوع الكوارث، ممكن في اخطاء كتيره جدا وفي مشاكل كتيره جدا محتاجين ان احنا نعالجها، محتاجين ان احنا نصححها، لكن هي مش كوارث بمعنى كوارث يعني. طيب خلينا نروح لملف اخر، وهو ملف رعايه النادي الاهلي، سواء من شركه الملابس الخاصه بالفريق الاول لكره القدم شركه امرو، وكمان برزنتيشن سبورتس الراعي الرسمي دلوقتي للنادي الاهلي. طبعا تم توقيع العقد يمكن من اول امبارح في النادي الاهلي، وكان بصراحه حدث تاريخي، النادي الاهلي حصل على اعلى قيمه رعايه جت في تاريخ الكره المصريه كلها. هو ده الطبيعي طبعا، لكن النادي الاهلي ليه قيمه كبيره جدا وليه عدد كبير من يعني من الناس يعني او الناس الجمهور وهو مصدره، فبالتالي قيمته التسويقيه هي اللي تقدر ان هي تعلي رقمه، ده طبيعي جدا. ويمكن شركه برزنتيشن اعتقد يعني حققت اللي هي كانت بتحلم بيه زي ما قال الاستاذ محمد كامل من فتره، والنادي الاهلي
قيمة كبيرة جدا. يعني الرقم اللي اتقال أو اللي أعلن عنه أنا بشوفه ممكن يكون أعلى من كده للنادي الأهلي. النادي الأهلي اسمه كبير جدا وقيمته كبيرة جدا. قيمته التسويقية طبعا احنا مش بنتكلم بمشاعر، احنا بنتكلم بزنس. لا لا لا, لا, لا طبعا قيمته التسويقية قيمة عالية جدا وقيمة كبيرة جدا. فبالتالي اللي حصل من شركة برزنتيشن ونحييهم عليهم ان هم يعني قدموا طبعا العرض ده. ويمكن يعني اللي حصل في الفترة اللي فاتت والفسخ العقود والحاجات دي كلها يعني البعض ظن ان هيحصل ان هيحصل الموضوع بالظبط. يعني لا طبعا لا بالعكس كبير. قام اقوى من الاول بكتير، وده كان افضل كبير. رد حقيقي طبعا صحيح. فانا بس عايز اقول وده اللي تعودناه من النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيردش بكلامه وتصريحاته ومداخلات تليفونيه وببرامج، لا النادي الاهلي بيرد بافعال. ما انا عايز اقول لحضرتك ان فيما يخص العقد سواء الملابس او الرعايه ده نتيجه طبيعيه للفكر اللي بدا بيه المجلس الاداره واللي كان داخل بيه وعنده حاجات كتيره جدا عايز يحققها. فانا بعتقد ان ده يعني حاجه كويسه جدا. والخبر اللي حضرتك قلت عليه بخصوص الخمس طيارات ده بقى شغل الرعاه. يعني الراعي ده دوره ان هو ده يقدر يدعم الفريق. الفريق بالزبط. محتاج مشجعين معاه، هبعت لكم خمس بالزبط. طيارات هو ده دور كلها مشجعين واعلاميين عشان يساندوكوا عشان بالزبط. نقدر نقف معاكم لغايه ما تحققوا اللي انتوا عايزينه. صحيح طبعا احنا بنحيي برزنتيشن على القرار اللي اخدوه طبعاً. ده يا رب ان شاء الله باذن الله هناك كمان النادي الاهلي يشرف مصر كلها. طيب نرجع مرة تانية، عندنا خبر دلوقتي بيقول ان الاهلي بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجاوزين يوم الحد القادم. قررت اللجنة القانونية المنعقدة بمقر النادي الاهلي في الجزيرة النهاردة وبعد مطالعتها لجميع الشكاوى المدعمة بالوثائق الاعلامية والمقدمة من اعضاء النادي الاهلي ضد التجاوزات التي تمت خلال الفترة الماضية ضد النادي الاهلي على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومن ثم كان لابد من إنفاذ القانون لمحاسبة المتجاوزين بتقديم بلاغات للسيد النائب العام ضدهم يوم الأحد القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك استدعاء المتجاوزين من أعضاء النادي للتحقيق معهم خلال الأسبوع المقبل. شايف بقى القرار ده إزاي؟ لا طبعا ده امر طبيعي جدا بالنسبه لاي مؤسسه بتتعرض لاي يعني انتهاكات او بتتعرض لاي تجاوزات. حقي الطبيعي ان انا امارس حقي في ان انا بالقانون وبالدستور اي حد تجاوز في حقي، فبالتالي ده ما فيش كلام عليه. صحيح. والحقيقه يعني يمكن انا بس عايز يعني اوجه شكر وفي نفس الوقت انتقاد للنادي الاهلي ان الموضوع ده متاخر شويه. يعني بس القرار ده طبيعة متأخر. النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج ان هو يقعد ويدرس وقبل ما يتكلم بيعرف هو هيقول يعني ايه ويحضر. انا بتكلم على ويبقى عارف ان هو يعني موقفه سليم قبل ما بيتصرف. انا بتكلم على فكره الذهاب الى النائب العام وفكره يعني الحصول على حق النادي الاهلي واشخاصه والمسؤولين عنه. صحيح. والاعضاء وجماهير النادي الاهلي، كل من هو تجاوز في حق حد لازم ان هو يبقى قدام القانون. صحيح. حد فوق القانون. صحيح. بس انا مش عايزه حضرتك تشوفها ان هي تاخير من النادي الاهلي في الرد على المتجاوزين. لا، كان في لجنه قانونيه بتدرس كل اللي اتقال وكل اللي حصل وبتجمع كل المستندات والوثائق عشان يوم ما تتقدم تعرف ان هي دايما على حق. طيب نرجع بقى سريعا لسؤال حلقتنا النهارده. النهارده سالنا الجمهور زي ما قلت لك وانت رديت عليا قلت لي ان رجل المباراه كان الفريق كله. لكن سالنا الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مين في رايك افضل لاعب في النادي الاهلي في مباراته فاقصو طيف الجزائري المباراه اللي اقيمت امبارح. هنبتدي مع الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه. يوسف صلاح احمد بيقول مساء الخير وليد سليمان. بصراحه وليد سليمان ده. ابراهيم معيد، محمد اسامه بيقول وليد سليمان، هبه كشف بتقول وليد سليمان، وسعد سمير، عبد الله حطيبه بيقول طبعا الحاوي، احمد محسن بيقول وليد سليمان، نادر بيقول طبعا بدون جدال وليد سليمان، احمد ايهاب وليد سليمان، ابو مهند الجوكر، احمد فتحي، اسلام الجمل بيقول وليد سليمان، وسعد سمير. نروح لتويتر نشوف اراء الجمهور جت ازاي. ايه الاهلاويه بالف مليون مبروك
أمير هشام، يوم سعيد عليكم.